ما هو هرمون الأنوثة أو الإستروجين؟ هو هرمون تنتجه المبايض بشكل أساسي والغدة الكظرية فوق الكلى بكميات قليلة. وظيفته التحكم في النمو الجنسي، تنظيم الدورة الشهرية وعملية الحمل، الحفاظ على مستويات الكوليسترول، تنظيم وزن الجسم. أسباب زيادة هرمون الإستروجين: قد يرتفع معدل هرمون الإستروجين في الجسم، وتعود أسباب الارتفاع إلى اضطراب الدورة الشهرية، أمراض تكيس المبايض، الخضوع لعلاج هرمون الإستروجين البديل، زيادة الوزن، العوامل الوراثية وأثناء الحمل. ولزيادته في الجسم عدة أعراض: برودة الأطراف وارتفاع ضغط الدم، تقلب الحالة المزاجية والشعور بالقلق والاكتئاب، زيادة النشاط وعدم القدرة على التركيز، زيادة حساسية الثدي وتورمه، صداع متكرر، عدم انتظام الدورة الشهرية وحدوث نزيف، تساقط الشعر بكميات كبيرة، انقطاع الدورة الشهرية، زيادة الوزن واحتباس الماء في الجسم. وقد تصل الأعراض حتى الإجهاض في حال وجود الحمل ومنع حدوث الحمل مستقبلاً. أما علاج زيادة هرمون الإستروجين فيكون من خلال تغيير نمط الحياة، اتباع نظام غذائي معين بعيداً عن المأكولات الحارة أو الحامضة والدهنية والسكريات، وشرب كميات كافية من الماء مع تناول المكملات الغذائية، ممارسة التمارين الرياضية وبشكل خاص التمارين التي تعزز تدفق الدم إلى المبيض مثل تمارين تقوية الجذع وعضلات البطن والظهر، تناول الأدوية التي تحتوي على البروجسترون أو المنشطات الهرمونية على شكل أبر أو عن طريق الفم تحت إشراف طبي، تناول الأدوية التي تعالج تكيس المبيض.